الفاتوره مش هيشيلها الدكتور، ده هيشيلها الزبون، مش هيشيلها المحامي، ده هيشيلها الزبون. طب ما هو الزبون هو مين؟ الزبون هو المحامي والدكتور. المشكله ان كل يوم شرايح جديده بتنضم الى قطار الغضب، الى فاتوره الغضب، زي الفاتوره الالكترونيه اللي بتمس اطباء ومهندسين ومحامين، كل يوم غضبهم بيزيد. وحط عليهم بقى الفلاحين والتمريض واصحاب البيوت وحتى الاموات. في كوميديا سوداء هذا النظام بيعادي الشعب حيا وميتا. شوف الخريطه دي كده، المتضررون والاسباب، خريطه الغضب. اهالي الزمالك بيتقطع اشجارهم عشان عمل جراج للهيئه الهندسيه، ونص حكومه نزلت الشارع مفيش فايده، مش عارفين يكلموا المحافظ. محافظ مين اصلا؟ محافظ يعمل ايه؟ طيب محافظ يعمل ايه؟ طيب التمريض، ضابط طيار يعتدي على تمريض مستشفى قويسنا وسقط الست، ماشي. الاطباء، قانون المسؤوليه الطبيه مش عارفين يطلعوه. الاطباء اتطبق عليهم الفاتوره الالكترونيه، المحامين فاتوره الكترونيه، المهندسين فاتوره الكترونيه، الفلاحين توريد اجباري للرز والقمح، اصحاب المنازل قانون جديد للتصالح لاستنزاف فلوس المواطن، الأموات نبش مقابر السيدة النفيسة التاريخية لعمل حديقة، منهم مقبرة يحيى حقي. لكن في ناس قالت قصة الفاتورة الإلكترونية دي وراها سبوبة كبيرة، وهدرها شركة اسمها، أو شركة تكنولوجيا يعني اسمها آي تاكس تقريبا تم منحها ترخيص. ناس قالت كده، أنا ما عنديش معلومة قوي، لكن ناس قالت كده، خدت ترخيص من وزارة المالية. ماشي هنهبد، ادي صوره القرار اهو. وزير الماليه بعد الاطلاع على قانون الاجراءات الضريبيه الموحد الصادر بقانون، وبناء على ما تم عرضه، يرخص لشركه تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبيه اي تاكس مش اي تاكس بالعمل مقدم خدمه لمنظومه الفاتوره الضريبيه الالكترونيه. وده خبر من موقع الشركه نفسه، بين الموقع الشركه بتقول تولت مهمة تطوير المنظومة الضريبية. خش إبراهيم سرحان، شركة إي تاكس تتولى تطوير المنظومة الضريبية. مبروك إي تاكس، ده من موقعها. قبل بس ما إيه الفاتورة دي؟ إيه الفاتورة الإلكترونية؟ وهل أنا كحلاق، هل أنا كبقال، هل أنا كأي واحد عنده مهن حرة، عجلاتي بصلح عربيات، هل هتطبق عليا الفاتوره الالكترونيه دي؟ ايه هي الفاتوره الالكترونيه؟ وايه مشكلتها؟ انا نفسي افهم. معايا الاستاذ شريف هلالي، مدير المؤسسه العربيه لدعم المجتمع المدني. استاذ شريف اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا استاذ محمد، واهلا بالبرنامج وبالساده المشاهدين. ممكن حضرتك تشرح لي ببساطه وسرعه ودقه وانجاز، ايه هي الفاتوره الالكترونيه وهتطبق على مين؟ شوف، هي الفاتورة الإلكترونية ده نظام بتعمله وزارة المالية عشان تخلي أي معاملة مالية بين المواطن وبين الشركات المختلفة التجارية، سواء تجارية أو صناعية أو مهنية أو حكومية حتى، إنه بتنزل في سيستم إلكتروني. هي عايزة تحكم يعني التعاملات المالية بشكل شامل وكامل، عشان كده عملت حاجة اسمها التحول الرقمي، وانه هي تلزم الناس ان هي تدفع اي رسوم عن طريق بطاقات البنكيه، التحول المالي ده، الشمول او الشمول المالي، النظام اللي هم عايزين يعملوه بقى لهم فتره، بحيث ان كل الفلوس بتدخل في المنظومه الالكترونيه دي. فالفاتوره الالكترونيه، وفي حاجه كمان اسمها الايصال الالكتروني، انه انت هتاخد عشان تعمل تشتري اي سلعه او اي خدمه يطلع لك ايصال كده الكتروني، هيبقى يعني ملحق بسيستم الكتروني على الوزاره، وده جاي في سكه بقى التعاقد مع الشركه اللي حضرتك اتكلمت عنها. وفي الحقيقه اللي هيدفع ثمن ده هو المواطن المصري، سواء كان يعني صاحب شركه او محامي او طبيب. طب معلش يا استاذ شريف، معلش، انا راجل اشتغلت في الحكومه فتره طويله، وكنت اعرف ان انا لما اروح اشتري اي حاجه من اي مكان بقول للراجل اديني فاتوره عليها الرقم الضريبي بتاعك، فاتوره ورقه كده، ولا اقبل ان اشتري من مكان للحكومه اي حاجه الا فاتوره. ايه الفرق بين دي بقى والفاتوره الالكترونيه؟
الفاتوره الورقيه دي هو في النظام الضريبي، هو اذا كان ملزم بضريبه الدخل اللي بيقدمها بشكل سنوي، فهو مفترض ان هو عند المحاسب بيجمع الضرائب الورقيه دي اللي هو عملها ومكتوب عليها رقمه وسجله التجاري ورقمه الضريبي، وبيعمل اقرار ضريبي بحجم المعاملات وحجم الارباح والمصاريف اللي هو صرفها على النشاط بتاعه، بيتم خصمها من المعامله الضريبيه، تمام. لكن كان في ناس كتير ما بتعملش الفواتير دي. وبعدين بقى في مشكله ثانيه، ان انت الزام الكتير من الشركات بضريبه القيمه المضافه اللي هي بقت 14% على السلعه والخدمه، واللي هي اتحملت في الحقيقه على المستهلك. فانت كمستهلك بتروح تقول مثلا تتعامل مع اي شركه، تقول لهم انا عايز فاتوره رسميه، هيقول لك في 14% هنضيفهم على الفاتوره اذا كنت عايزها. فبالتالي هو بيقول لا، طب انا ايه اللي يخليني، طب مش عايز الفاتوره الرسميه دي، وممكن ياخد ورقه كده شكليه او ما ياخدش خالص، لان انت حملت الضريبه القيمه المضافه دي ضريبه غير مباشره. اللي بيتحمل اثرها بالحقيقه هو المواطن على كل التعاملات، انه يشتري وجبه غذائيه، انه يشتري منتج، يشتري يعمل اي خدمه. فهي النظام ده الفاتوره الماليه جاي في السياق ده. بس انا عايز كمان اتكلم عن فكره، لا انا قبلها انا ممكن اخلص اسئلتي لحضرتك واتسع صدرك، انا بس عايز افهم. طب ايه الفرق بينها وبين ضريبه القيمه المضافه وضريبه الدخل، بين الفاتوره دي؟ لا، المضافة والدخل ده نظام ضريبي، يعني كل اللي بيخضع ليه هيخضع للفاتورة الإلكترونية. يعني الفاتورة الإلكترونية هي أثر تابع إن حضرتك ملتزم تعمل بتقدم ضريبة الدخل كل سنة أو ضريبة القيمة المضافة كل شهر، تقدم كل شهر ضريبة القيمة المضافة وتروح تسددها شهريا على المعاملات اللي بتتم، تمام. وكان فيها قبل كده حد يعني حد للتسجيل، حد أدنى للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة. وفي حاجه اسمها سلع جدول، انه مهما كان انه حضرتك بتشتغل بالسلع دي انت ملزم بالتسجيل في القيمه المضافه. في خلاف اصلا بين نقابه المحامين او بين المحامين وبين الدوله حوالين وزاره الماليه حوالين التسجيل في القيمه المضافه اصلا. هم معترضين على ان هم يتسجلوا ضمن ضريبه القيمه المضافه، وكان بيتعمل بروتوكول من ايام المجلس اللي كان ماسكه السامح عاشور، بروتوكول للتعامل مع وزاره الماليه ان هو مش ملزم بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة. واتعمل أكثر من مظاهرات كتيرة ووقفات احتياجية قدام النقابة المحامين في القيمة المضافة، لأن هم يعني ده متعلق بالحق في التقاضي، هم مش بيقدموا لا سلعة تجارية ولا خدمة في نفس الوقت، فهو المفترض إن هو مش ملزم. والبند الخاص بموضوع المهن الاستشارية في قانون القيمة المضافة في خلاف كتير، وفي دعوه قدام المحكمه الدستوريه العليا اصلا. يعني دي يا فندم يا استاذ شربي، دي ضريبه جديده على المهن الحره؟ لا مش جديده، هو نظام جديد عايز يعمله عشان يدخل كل التعاملات الماليه في اطار سيستم الكتروني، عشان هو بعد كده لما يجي يطلع الضريبه ويحسبها يبقى عنده كل الحاجات الكتروني، هو بالنسبه له بيحد من التهرب الضريبي. طب والناس زعلانه ليه؟ ما هو لانه انت هتحمل اعباء السيستم ده على المحامين. مثلا كمثال هنا، ان هو لازم يعمل اشتراك في موقع معين تبع وزاره الماليه، ان هو يدفع لحاجه اسمها توقيع الكتروني 2000 جنيه في السنه، ان هو لو في مثلا اله او مكنه يشتريها عشان يقدر يطلع الفاتوره دي هيشتريها على حسابه. فكمان إن انت هتحمل له اعباء ماليه هو لا قبل له بيها، في المقابل هو بيدفع ضريبة الدخل، وبيدفع أي دعوة قضائية بيسجلها في المحكمة، وبيدفع جزء من بيتخصم من الضريبة دي بعد كده في الدعوة القضائية، وما يقدرش يدفع دعوة ولا يسجل في النقابة إلا إذا كان معاه رقم ضريبي في الضرائب العامة على الدخل، تمام. وهو كمان مش ملزم إن هو يسجل في القيمة المضافة. يعني زي ما بقول لك، في خلاف قانوني وفي جدل وفي مظاهرات كتيرة قبل كده من سنوات في موضوع التسجيل في القيمة المضافة، هما لا يخضعوا للقيمة المضافة. السؤال الأخير بقى اللي أنا بعد حضرتك تتكلم فيه زي ما أنت عايز، هل ده يعني إيه المهن اللي هيطبق عليها الفاتورة الإلكترونية؟ الحلاقين، العجلاتية، الميكانيكية، ولا دول مش هيطبق عليهم؟ لا، هو في قرار في شهر اكتوبر اللي فات ده بيلزم كل المنشآت الفرديه اللي هي الشركات بقى او المحلات حتى طالما مسجله في النشاط التجاري او صناعي او خدمي، تمام، او مهني زي الاطباء والمهندسين والمحامين والفنانين والمحاسبين والقانونيين والاستشاريين مثلا، ان هم يسجلوا في منظومه الفاتوره الالكترونيه دي في موعد اقصاه 15 ديسمبر الجاي.
فعشان كده المحامين بيحتاجوا وبيقدموا وبيبعتوا رساله للدوله، اللي هم في الحقيقه مش دي المشاكل بس، مش دي المشكله الوحيده اللي بيعانوا منها، هم عندهم مشكله في التعاملات مع وزاره العدل، كميه الرسوم والزيادات الماليه اللي زادت في اي حاجه هو بيعملها، بيطلع على الفريق الجلسه اللي جايه او بيقدم حفظ المستندات، كميه حجم الرسوم اللي زادت مع المحامين بقى بشكل كبير جدا، زادت مع رسوم الدعاوى، الدعاوى القضائيه اللي بترفع. ده في مساس بالحق في التقاضي يا استاذ محمد، ده بيرهق المواطن، الحق في التقاضي ده حق دستوري، هو عايز يروح يرفع دعوه، عنده مشكله فيرفع دعوه، الدستور قال الحق في التقاضي ده مهم، فبالتالي انت تسهل لي بقى كدوله وكوزاره العدل ها ممارسه هذا الحق من خلال نقابه المحامين مثلا باعتبارهم هم بيدافعوا عن العداله او كده، ما تزودش الرسوم، لان هو المواطن هيستسهل بقى ان هو ياخد حقه في اي شكل ثاني. ايه اللي هيخليه يرفع دعوه؟ وبعدين الدعوه دي بتقعد 10 سنين وخمس سنين والمحامي بيتفق على اتعاب معينه، فما يضمنش انه الدعوه تخلص في سنه ولا في سنتين، فبالتالي هيعمل حسابه ان هو لو ده هيبقى عيب بالنسبه له، هيرفع كمان رسوم الدعاوى دي اللي هي اصلا رفع فعلا، لان الرسوم اللي فرضها الدوله ووزاره العدل اترفعت فعلا وبقت عيب على المواطن وعيب على المحامي، المحامي ده بيقول له انت عايز دعوه ايه؟ صحه توقيع او دعوه حيازه او اي دعوه ان كان، ادفع بقى، ادفع بقى، ادفع 5000 جنيه، ادفع 10000 جنيه. طيب. كل ده هيتحمل مسكته المواطن. فالمحامين عندهم مشكله ولازم الدوله تاخد بالها، والرساله اللي بعتتها الاحتياجات الاخيره دي واللي هي كان يعني اكبر احتياجات واسعه من سنوات يعني ومرشحه للتزايد، انه الاعباء الماليه والاقتصاديه بقت كبيره جدا على المواطنين بما فيهم الطبقه المتوسطه والمهنيين اللي هم كانوا قادرين يتعاملوا معاها لغايه يعني سنوات يعني لغايه 10 سنين فاتوا يعني، لانه الدوله بقت تتجه لفكره الجبايه من كل الناس، ونظام الضرايب اللي هو كان فيه مقترحات بمساله انه من يزيد دخله عن مليون جنيه يفرض عليه ضريبه 5%. للاسف لا يطبق هذا، يعني انت بتتكلم عن فرد رجال الاعمال اللي انت بتديهم اعفاءات احيانا ضريبيه وما طيب. عشان انا اسف عشان الوقت، عشان الوقت يا استاذ شريف، يعني سؤالي الاخير، ماذا تعني، ايه هي مهمه شركه اي تاكس؟ هل مهمتها تلم ضرائب ولا تعمل سيستم؟ لا، هي هتعمل سيستم الكتروني متعاقب مع وزاره الماليه، ده اللي واضح لغايه دلوقتي من القرار اللي حضرتك اتكلمت عنه. هتعمل سيستم الكتروني مع الوزاره في مقابل يعني، ومش واضح برضه هل هي اللي تتعامل مع المواطن مع المحامين مثلا على سبيل المثال، ولا هي بس هتقتصر مهمتها ان هي تعمل السيستم الالكتروني ده مقابل، لان القرار موجود فيه ان هي بتدفع رسوم ماليه للوزاره، هتدفع اكيد ده مقابل حاجات يعني مبالغ هتلمها، هي هتبقى مسؤوله عن جمعها مثلا وتوردها للوزاره بعد كده. لا خليني اجيب لك القرار يا استاذ شريف، عشان معلش علي، هات القرار بتاع شركه اي تاكس كده، ايه مهمتها؟ تجمع اموال لوزاره الماليه ولا انها تعمل سيستم؟ معلش هات القرار كده ونشوف ايه وظيفه الشركه دي، لانه بناء عليه هيتحدد وجهات نظر كتيره قوي. علي انا مستني. ايوه، بعد الاطلاع على قانون الاجراءات الموحد رقم كذا، الماده الاولى، يرخص لشركه تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبيه اي تاكس بالعمل مقدم خدمه لمنظومه الفاتوره الضريبيه الالكترونيه. هو مكتوب كده في القرار بالظبط، يعني في الغالب، وفي نص بقيه نص القانون هتدفع رسوم للوزاره، فهي طالما مقدم خدمه يبقى هي غالبا هي هتتعامل مع المجتمع الضريبي، يعني هي هتطور او يعني المفترض انه اصحاب المهن. اهو الماده الثانيه يا دكتور يا استاذ شريف، تلتزم شركه تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبيه اي تاكس بان تؤدي الى مصلحه الضرائب المصريه عقب صدور هذا القرار مبلغ وقدره 100,000 جنيه، وأن تؤدي إليها كل 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا الإقرار ما يعادل نسبة 10% من قيمة مقابل الخدمة الذي تتولى تحصيله من الممولين والمكلفين المتعاقدين معها لتقديم الخدمة، وذلك مقابل منح الشركة ترخيص تقديم الخدمة. مادة 3، تلتزم الشركة بتقديم ضمان مالي لمصلحة الضرائب قدره
5 مليون جنيه. يعني هي هتلم هتلم فلوس خدمه من الممولين اللي هي تقدم لهم الخدمه دي اللي هي تعمل لهم سيستم الكتروني، وفي نفس الوقت تدفع رسم للوزاره الماليه مقابل ان هي تاخد ان من حقها ان هي تاخد الترخيص ده. يعني هي هتاخد من الممولين وهتأدي رسم مقابل ده للدوله. بس استاذ شريف هتلم، يعني هي هتلم اللي انا فاهمه من القرار هتلم فلوس من الممولين. لا ممكن ده يبقى مقتصر على فكره المقابل الخدمه اللي هي هتاخده من الممولين عشان تعمل لهم السيستم الالكتروني ده. يعني ممكن تكون الفكره دي انها بس تعمل الممولين الخدمه صح؟ وتاخد مقابلها فلوس. لا معلش هات الماده الثانيه كده، معلش. لا يا دكتور انا مش شايف انا مش فاهم كده يا استاذ شريف. الماده الثانيه تلتزم شركه تكنولوجيا تشغيل حلول بان تؤدي الى مصلحه الضرائب عقب صدور هذا القرار مبلغ وقدره 100,000 جنيه، وأن تؤدي إليها كل 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار ما يعادل نسبة 10% من قيمة مقابل الخدمة الذي تتولى تحصيله من الممولين والمكلفين المتعاقدين مع تقديم الخدمة. يبقى ده كده وارد ان هي تتعامل بشكل مباشر مع الممولين. لان كل 3 شهور وانا هقعد كل 3 شهور اعمل لك الخدمه؟ لا يعني اكيد ان انا هتعامل معاك انت على طول كممول او متعاقد يعني. بالظبط بالظبط، وورد للوزاره الماليه. ما هو هنا كده يبقى هي داخله كوسيط ما بين وزاره الماليه. طب ايه الشركه دي يا استاذ شريف؟ ايه الشركه دي يعني؟ ايه تاريخها؟ بتاعت مين؟ ومين اللي ادها يعني باي حق؟ او يعني ايه البروفايل بتاعها عشان نديها الترخيص؟ والله احنا مش عارفين، ما عندناش اي فكره. هي المفترض ان الحالات دي بيتم ان الشركات دي بتقدم في مناقصات لاجهزه الدوله، وبيبقى اقل شركه بتقدم مناقصه هي اللي بتاخد هذا الحق. تمام، لكن في الحقيقه ما حدش عارف امتى اصلا هي خدت الحق ده. هل تم في تنافس ما بين شركات مختلفه وانه كل شركه قالت احنا هندفع مبلغ معين، ولا في طريقه اخرى؟ يعني احنا مش واضح انه الموضوع. طيب استاذ شريف، يعني لو احنا فهمنا صح، لو بقول لو ان احنا فهمنا صح ان الشركه دي هتتعامل مع المتعاقدين والمكلفين باداء الضريبه او الخدمه الفاتوره الالكترونيه، مش ده عودة إلى نظام الالتزام بتاع زمان إن أنا بدي الواحد التزام معين مجموعة أراضي أو محافظات وأقول له تديني منها ضريبة كذا وإنت مش ده أقرب للنظام الالتزام اللي كان شغال في العصر العثماني؟ كتير من المتابعين والناشطين في المجال العام وصفوا ده إنه شبه نظام الالتزام، إنه أنت ما بقتش علاقة بالدولة بشكل مباشر. أنا بروح أقدم الإقرار بتاعي في الاداره الضريبيه اللي انا تابع ليها وبدفع في الخزنه بتاعتها. لا ده انا كده ممكن ادفع بقى في تبع الشركه الجديده دي، يعني باي ضمان؟ يعني ايه اللي يخليني؟ طب والشركه دي هل ممكن تاخد معايا اجراءات لو انا ما سددتش مثلا؟ يعني هل هي ممكن تحولني، ولا المفترض ان الاداره الضريبيه هي اللي هتخش طرف في الموضوع، هي تحولني للمحكمه بتهمه التهرب الضريبي او غيرها؟ ففي الحقيقه هنا ده واضح انه الدوله بتتخلى عن دورها ده، وبتحول الموضوع لشركات بقى وسيطه في مقابل رسم كمان من الشركات الوسيطه. يعني هي بتتحمل اعباء على الممول وتاخد رسم من الشركات دي في مقابل ان الشركات دي هتستفيد مثلا بنسب ماليه معينه. فده كله هيتحمله مين؟ هيتحمله الممول اي محامي او مواطن. فده جزء من زياده الاعباء على الناس اللي هي بحاجه بقت مهمه الدولة في كل حاجة، يعني الرسوم والخدمات جواز السفر ولا شهادة الميلاد ولا كل ده بقى، ولا رخصة العربية بقى أعباء مضافة على المواطن في مقابل إنه الإنفاق العام على الصحة وعلى التعليم بقى محدود جدا، وبقت الدولة مش ملزمة حتى بمراعاة النسبة الواردة في الدستور في التعليم والصحة. بس عشان كده بقى أنا عايز أختم اللقاء ده مع حضرتك، لأن آخر جملتين دول هم اللي كنت عايز اقولهم وطالعين من صدري. الاستاذ شريف الهلالي مدير المؤسسه العربيه لدعم المجتمع المدني، بشكرك جدا يا فندم. شكرا لك يا استاذ محمد، شكرا لحضرتك. اخر كلمتين قالهم الاستاذ شريف هم اللي فيهم الفايده. الناس شمتت قوي في احمد ادم انه ما بيدفعش عليه ضرائب 300,000 جنيه. انا عايز اقول لكم ان اغلب الناس في مصر تهرب من الضرائب. طب عايز اقول لكم كمان ان الناس دي عندها حق.
رسمي. هقول لك ليه ببساطة شديدة جدا، ليه اللي قاله الدكتور شريف حالا دلوقتي. هو أنا لو بدفع ضرايب وشايفك بالضرايب دي بتديني خدمة في الصحة، في التعليم، في المواصلات، ما أنا هدفع. إنما أنت لما تاخد مني ضرايب بالآلاف واجي أقول لك ابني عايز يتعلم، ألاقي نفسي أنا مطالب بالصرف على ابني لأنه مفيش تعليم مجانا بقى دلوقتي. طيب، والاقي نفسي عشان اروح اكشف او اعالج ابني او انا وبتاع رايح انا على حسابي. طيب، والاقي نفسي لما اجي امشي بعربيتي اللي هي عربيتي ادفع في الكباري والطرق، اعدي الطريق ده ادفع، اعدي الطريق ده ادفع، اطلع الكوبري ده ادفع. طب ادفع ضرايب ليه؟ انا بسال سؤال.